جميعا ونشكر الدكتور الضيوف والمشاركين إن شاء الله. أحد التذكير أن الوقت المخصص لأي مشاركة بين 5 إلى 10 دقائق إن شاء الله، للتذكير كي لا لأن لدينا فقرات كثيرة. أسرجت شعري لليمن فأصاب قافيتي الشجن، وبكت دماء أحرفي مما رأته من المحن. الشاعر شايف الزوقري شاعر يمني أصدر 3 دواوين: اللحن الملتهب، أختفي حسراتي وبقايا روح، فلنستمع لبعض من بقايا روحه. فشكرا له. مساء الخير. وأنا أرد وأقول حوراء طلت فمثل البدر فافتتنوا، من يعشقون إلى أعطافها السفر. يا غادة الحسن في عينيك قد قرأت آي الجمال خشوعا صلى من حضروا، فهام إثر جمال الروح عاشقها والكل لبى على الأبواب واعتمروا. بغداد يا دوحة التأريخ، يا دوحة التأريخ إن لك باع يضلل من باليوم قد كفروا، فعانقي صهوة التأريخ فارعة وزاحمي كل من بالأفق يعتمر، وخوني كل خوان وانتشلي بكفك الطهر يا بغداد من حضروا. اسمحوا لي قصيدتي بغزلي، يعني يجب أن يكون فيه تنوع. لا تفسد الشوق بالإعراض واقتربي، يا أنت فاضت كؤوس الوجد من تعبي، يا أنت أمست عيون الفكر ضامئة يسابق الصمت في أحداقها سغبي، تنادم الهمس في أذني أخيلتي وتستباح شجوني دونما سببي. نادمتها حيثما كانت وكنت أنا، سمعت للغيب صوتا آه وعجبي. يا أنت ذبت أنا هد الظما جسدي، يجتاحني شغف للكرم والعنب، شوقي تغزل في عينيك من زمن، حتى فتنت فسار العشق من أدبي. أسامر النجم والأطياف سابحة ليهطل الضوء يمحو الليل من هدبي، كم كنت أعدو هنا صبا بلا قدم، لم يبلغ العشق معشارا من الإرب، القلب يلثم خد الزهر من شغف، ما أمطر الوصل بل قد أمطرت سحبي. لحني يسافر في أنغام أغنيتي في هدأة الليل، عني كيف تغتربي؟ يا أنت
ماذا وقد أشعلت أخيلتي؟ أجيب حرفي إذا ما صاح في كتبي، متى يزاح ستار خلفه أملي؟ من لهفة القلب مال الصب للغضب، ففي المقطم كاد الشوق يحضنها لما التقينا، ولاح العشق كالشهب. حبيبتي يا ذرى عشقي ويا قدري، دع الحياء وطفي نار ملتهبي. متى يزاح ما أجمل الكون لما القرب يجمعنا؟ يا ابنة النيل صب الوصل واقتربي، خذي من الحب ما شاء الهوى ودعي، ذكرى تعللني بالعزف والطرب. للحب ضاءت شموس في دمي وفمي، له انتسبت أنا بالصدق فانتسبي. والسلام عليكم.